مدام الدكتور جاهز. بدها طولة بال ست غادة، وما في داعي للقلق، عندك المحروس ربيع الله يخليه. وما تنسي بعدك بأول العمر. الحقيقة أنا قلقانة وخايفة يا دكتور، أرجوك تطمني. مش عارفة ليش، لو كان من الأول كنت قلت من الله. بصراحة أنا خايف يكون معي شيء. طمنك 100% ما معك شيء، التحاليل والتصوير والفحص كلها بتدل إنه ما في أي سبب إطلاقا. فإذا ليش؟ خلينا ننتظر نتيجة التحليل الأخير وإن شاء الله خير. شكرا دكتور. سلمي على الأستاذ عادل، على فكرة صار إلنا زمان ما شفنا له شيء جديد. مش شايف الحالة دكتور، لا عاد في فن ولا عاد في مسرح ولا عاد في شيء. مع السلامة. شكرا دكتور. سبعة. شو رأيك؟ مين غالب؟ أكل حال بعد ما خلص الدق. هلا بدك تلعب ولا بدك نكرزيني؟ بدي أغلبك. ما بظن، لعبوا حشتعملي مراجي. شو؟ مين المغلوب اليوم؟ طبعاً أنا. هي مثل بعضه، الغالب مثل المغلوب. كيف يعني عمو أسعد؟ طالما في غالب وفي مغلوب يعني في مشكلة. بس نحن عم نلعب مش عم نتخانق. فإذا لشو عم بتعدوا؟ لعبوا بدون عد بتفرحوا أكثر بكتير. جربوا عبكرة وشوفوا، بيصير اللعب أحلى أحلى. إيه؟ بتلعبوني معكم؟ وقتها تصير تعرف تلعب منفكر فيها. انت جرب وشوف، هلأ مش وقت تجرب. يلي بده يلعب معنا بده يكون عنده ثواب بطولية. هيك لكن طبعا. طيب افرجيكم. يلا فيها يا ماما. خلصت الحرب؟ لا، خلص الخطر هون، ارتاح الطريق وقتل القناص. حرام، مين قتله؟ كيف حرام؟ مش لازم يموت، بيقتل مين ما كان. حرام ومش حرام، حرام يعمل قناص، حرام يقتل، حرام ينقتل، نحن كمان حرام. هو قتل حاله. قولوا لي بعدكم عم تغلبوا بعضكم؟ لا صرنا كيت. انا غلبته. بعدكم عم تعدوا؟ بطلنا. انا غلبته. طيب هلا فشل. عم اسعد عم اسعد عم هيكل. شو عمو اسعد؟
خلصت الحرب؟ ليه اسم للأسانسور؟ أسانسور سابقاً. كرسي كهربائي. هذا كان أيام الكهرباء. بالعربي اسمه مصعد، يعني بيطلع طلوع. منين تعلمت هالكلمة؟ قد ما طلع لي روحي. كل يوم اطلع وانزل 5 طوابق، أنا قطع نفسي. ها إجا أبو الزوز. شو أبو الزوز؟ طلع حامل دجاج ونازل حامل ديك. شو القصة؟ هيدي آخر دجاجي. أكلتوهم كلهم؟ لا، هربوا من القفص وأنا راكد وراهم تكمشهم. أبو الزوز مش رح تغدينا معك؟ لا. ليش يا أبو الزوز؟ لأنه ما بتلعبوني معكم. ها؟ يلا ندرس عنا. لا عنا. يا سلوى أرجوكي، حاولي إنك تقدري ظروفي. فؤاد، أنا مش طالبة منك شي، بس أنا كمان ما بيجوز أبقى مع الأمام الكذاب. حدد موقفك، قول بحبك، قول بحبك وأنا مستعدة أنطرك لآخر أيام عمري. لكن مش قادر، مش قادر. يا سلوى، أنت بتعرفي إنه عاطفتي نحو كبيرة. صحيح اني مش قادر اربط مصيري بمصيرك، لكني بنفس الوقت مش قادر اتخلى عنك. احيانا بتوصل كلمة على راس شفافي بجي لاقولها، لكني فجأة بحس كأنه ايدين عم تشدني. لوين؟ لا 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 حبيبتي، اتركيه يخلص وبعدين بتقول الحوار تبعيك. عظيم عادل، من عيد قدي الساعة؟ 8. 8 هلأت بكفي. هلا الطريق امني وسالكي، بعدين ما حدا بيعرف. المهم يكون في بعدين، والباقي كله هي. نجوى، احفظ الحوار منيح. اوكي عادل، باي باي. مع السلامة. إذا عم تشدك لوين؟ خشبة المسرح طبعا. صحيح انه ما اجى الوقت بعد تقول كلمتك. يعطيكم العافية شباب. سعيد كتب النص. أنا عم مثل. لو أنت كنت كاتب النص شو كنت بتقول؟ كنت بخلي حدا غيري يمثل الدور. ضلك تهرب. جربي ما تأخرين، بكرة بنحكي شوي. أهلا وسهلا. شكرا. غريب، من امبارح ما سمعنا ولا رصاصة. لا رجع عقلن لراسن. صعبة. والأغرب من هيك إنه الليلة في كهرباء. إجا عادل. مساء الخير يا جماعة. أهلا. كيفك حبيب؟ كيفك عادل؟ بونسوار مدام. أهلا أستاذ عادل، كيفك؟ الحمد لله. كيفك حبيبي؟ كيفك حبيبي؟ تعال. ليه تأخرت؟ بروفيت وإعادة ومواقف دقيقة. الحياة في كتير من الزملاء مش مستعدين كفاية. هاي حياة الفنان. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. وين ربيع؟ ربيع راح وزينة يشوفوا فيلم على الفيديو. بيقولوا زياد محضر مسرحية عظيمة السنة، والناس ناطرينك إلك على المسرح. الحقيقة إنه كاتب كبير. بس انت استاذ عادل ممثل هايل مش بوجهك. شكرا. الله يخليكي. حبيب ما قلت لي شو عادل؟ شو عملت بالمحل؟ صار مكلف ترميمه وما فتحه رزق، ومثل ما بتعرف بعدنا تحت رحمة الأزايف للمرة الثالثة. المهم تكونوا بخير والباقي كله هين.
نشكر الله. حبيبي بحضر لك العشاء؟ لا حبيبي شكرا، اخذت سندويش بالمسرح. باخد شاي بليز. جاهز. بتكون تبعتوا ربيع بكره على المدرسه؟ شو رايكم انتو؟ انا بعتقد مش قبل ما نتاكد انه الحالي رائد، وهيدا رايي كمان. اتفقت انا وحبيب انه تضل زينة بالبيت. بونسوار بابا. اهلا حبيبي. بونسوار ماما. اهلا حياتي. بونسوار عمو. اهلا بالاموره. قولوا لي عجبكم الفيل؟ حلو كتير بس ببكي. ليه؟ اخر شي البطل مات. حرام. شو ربيع؟ الساعة 9 مامي؟ بعد بكير. انت عارف انه هذا وقت نومك بابا. انا ما دخلني. وزينة كمان راح تنام. مش هيك تانت؟ طبعا. تصبحوا على خير. وانت بخير عمو. وانت بخير. تصبحي على خير. وانت شو يا شاب؟ شو؟ مثل ما قالت. شو قالك دكتور سامي؟ بعد نتيجة الفحوصات والتحاليل بيعطيني رأيه النهائي. ماشي الحال. تحبي تشوفي دكتور غيره؟ لا ما في لزوم، ننطر نتيجة الفحوصات وبعدين منقرر سوا. دخلك نحن اليوم شو؟ 3/14 بالشهر. بذكرك تاريخ بشي؟ 14. عادل مش معقول يتزوجنا. يا كيف نسيت حبيبي. انا ما نسيت. غمضي عينيك. فتح عينيك. مش معقول صار 11 سنة. كأنه امبارح. كأنه هلا. صباح الخير يا أم سمير. صباح الخير يا وليدي. صباح الخير. يا رب. بونجور بابا. أهلا حبيبي. شو مبين فيه بكير؟ فيه بكير لأنه نايمت ولا بكير. يعني حضرتك زعلان؟ طبعا. فهمت عليك. طلباتك؟ بتنفذ؟ وبدون اعتراض. حسنا. بس الماما تركي علي. طيب اليوم على البحر نتصيد سمك. أنا موافق بس ما قلت ترك علي. صحيح، بس مثل ما بتعرف ماما لها مبررات وغالبا مقنعة. مثلا الشواطئ ملوثة، الوضع الأمني، لا آخر معزوفة. ما تكمل، ما عنا نخلص من الحرب. طب اسمع، عندي اقتراح. شو رأيك بويك اند على الجبل؟ موافق، إن لم يكن ما تريد فقد ما يكون. مين معلمك الحكمة يا سيد؟
هيك انت شوفت الماما لما طلعت من اوضتها من يومين قالت لك انا تعبانه خليها لبكره. هيتك تحفظ منيح. فرخ البط تعوان. ربيع ربيع بيبو بونجور مامي. بونجور حبيب مامي. الحليبات سمعت اخر خبر؟ شو؟ الويك اند بالجبل، هل هناك من اعتراض؟ هل مؤامرة منك ولا من بيك؟ نتبين سوا. اوكي بس اشربهم. طوع مرق. صباح النور. صباح الخير عمو اسعد. صباح النور. تاخرتوا شوي عن كل يوم. مين خبرك العصفوره؟ لا الشمس هي اللي بالملعب. طبعا بدك تعرفوا سبب التاخير. ايه اذا حبيتوا تقول. تفضل احكي. ضروري يعرف انه شعره تعربس. نعم تعربس. عم بتقول احسن مرات الواحد ما يعرف شيء. انتوا روحوا العبوا وانا رويح وتبقوا خبروني مين غلب. الله معك. الله يحفظكم. سمعت شو قال؟ تبقوا خبروني مين غلب. لا ما سمعت. لكن رغم حبي واحترامي لك صباح الخير. صباح النور. عادي شو الحكايه نجوى؟ امبارح ما كنتي على طبيعتك، في شي زعجك؟ بقدر ساعدك بشي؟ ابدا، بس الحقيقه انا ندمين لاني اخذت الدور. غريب مع انه الدور الاهم هو محور الروايه كلها. عارفه بس مش حابه العبه معك انت بالزيت. يا نجوى نحن كفنانين احيانا تحت وهج الابداع والانصهار في لعبه العمل تختلط علينا الامور، تنقلب الزماله الى حب حقيقي خلال فتره العمل. يمكن هيدا سببه رهيفة تحس الفنان، لكن بعد ما بينتهي العمل يبدأ الجمر يخف وهجه، يبدأ يغلف الرماد، ترجع الأشياء تاخد حجمها الطبيعي. صدقيني يا نجوى أهلا وسهلا. أهلا فيكي. كيفك مدام أماليا؟ الحمد لله منيحة. وشو أخباري؟ شو أخباري؟ الحمد لله البعض فيي شوية عقل بهالزوايا لحتى أقدر أتحمل. بشرفي جوزي أبو حسان ما كتر خيره البعض مضاين لهلأ. طيب وآخرتها؟ بسيطة، كل شي وإله حل، كل شي إله نهاية وآخرة. راح تجي آخرتنا قبل ما تخلص هالحرب. يا تعطير يا تعطيري هالصبي اللي رح يطلع بلا علم. بلا علم بسيط، بس نحنا يا حسرت علينا. بتصدقي يا أماليا اليوم اطلعت على حالي بالمرية ما عرفت حالي، بلشت الأحداث ما كان براسي شعرة بيضة.
وانا اسم الله علي وخمس بعيون العدوين، شوفي الاحداث شو عملت فيني، وحياتك وحياتك كل هالصحه اللي علي طلعت كلها من الزعل. لا مبين مبين. وحياتك وحياتك ما عم بمزح. خلاص صدقا ما تحلفي يا اماليا. تصديقا لكلامك الواحد ما قادر يطلع من بيته. باطل على هالحكي، شو عم تحكي؟ ليه بتأمني ترجعي اذا ظهرتي؟ عن اذنك. اهلين. اهلا وسهلا. اهلين اهلين يا اهلا وسهلا. القهوة جاهزة وناطرتك. عال خلصوا البنات من عندي، قلت اجي اشرب قهوة معك. يا اهلين. ست غدا ما في داعي، حادث ومر وبعتقد انتهى. لا تخافوا اطلعوا على البيت، تعودنا ما صار شيء الا وصار مثله. يلا اطلعوا لفوق. حادثة عم تتكرر كل يوم، والمتفرجين كتار أكبار وصغار، عد سنين قبل ما يفيقوا كل اللي ماتوا. لمحة بصر وقع الطير وسكت، وبكرة صورته على الحيط بيمحيها الشتي وبينسى، والجوارح باقي والتمييز انشطب من القاموس، وصار الحمام مثل الصقر، ونحن بعدنا ماشيين مثل الكذبة. تصبح على خير. انت من اهله. بابا بدي اشوفه قبل ما نام. حبيبي خليك واعي ما تنام، هلا بيجي.
الو المسرح مين الاستاذ منير؟ مساء الخير، ممكن احكي مع عادل؟ دهر من ساعة. لا لا لا، شكرا شكرا. رجال مدد بالارض عم مدلنا ايده. هاتوا من صابت عاس بنزين وعجل، ما لنا علاقه. عادل، حظك من السماء، منيح اللي ما قتلوك. بدون السيارة بردن يهلي. كم واحد كانوا؟ اثنين. بلد فلتين. لمين بدك تشتكي؟ وين كنا وين صرنا؟ لا شكوا ولا من يحسنون. سيارة راحت، منيح بعدنا طيبين. بس لازم تقدم شكوى من حيث المبدأ. ليش إذا رجعت شفت سيارتي بسترجي قولها إلي؟ ما تكون جبان يا عادل. الشجاعة انك تضل طيب. انسان بلبنان رخيص يا حبيب، ما عدله قيمة. صحيح صعب ان الانسان يعيش بدون كرامة، لكن كرمال مسؤولياته لازم يضل طيب. قلت لك حمل مسدس على القليل للدفاع عن النفس. سلاح شر. أنا إنسان. الإنسانية محبة. أنت حر. يلا عادل، هذا مشغول بال عليك كتير. حبيب ما في داعي يعرف ربيع شو صار. ليش مستحي من جريمة غيرك؟ مش ممكن نخبي عليه. معك حق. تصبح على خير. وانت من أهله. عادل عادل، شو صار؟
مش معقول. ليش ومع مين؟ قبضيت، استكتروا السيارة علي، تعاركنا. ينهن أبو السيارات، مش معقول تعرض حياتك للخطر كرمال سيارة. يعني بدك ياني قلن أهلا بالشباب، هاي المفتيح تفضلوا خدوها، وصلوني بطريقكم على البيت إذا بتجوزوا. طبعا بدي خانق. وبالنهاية نهاية وحدة على كل حال. المهم رجعت على البيت. الحمد لله على سلامتك. أطول فترة انتظار بحياتي. مش معقول. أي فكرة سودة مرقت براسي. ما بقى في شي معقول بهالبلد. للأسف. بلد الإشعاع والنور. ما بقى في شي معقول. معقول الوحيد اللي باقي انه ناخد الولد بكرة على الجبل مثل ما وعدناه. وبسيارتك. صار في سيارتي وسيارتك؟ بلاش تفرق؟ بس بدك اياها تدور. تكتب الهدية كل شي بوقت منيح. بونسوار زينة. أهلا ربيع. بونسوار يا أميرات الحلوة. لك الملعون. أهلا زوزو، تفضل. ما بيصير، أنت بالأول. شايف الذوق؟ أخذت انت؟ خلاص؟ ولا الجاتو؟ عمهلك ماما، عمهلك، عمهلك يا حبيبتي. قومي فرجي. يلا واحد اثنين ثلاثة. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
زينة عبال 100 سنة مبروك حبيبي. ميرسي يا عم عادل. مبروك ان شاء الله بتعيشي 100 سنة وبتدلك صغيرة يا زينة. ميرسي يا عم اسعد. زينة كل عيد وانت بخير. ميرسي ربيع. كل عيد وانت اميره يا اميره. لا هي اكلت شيش. لا تفضل. طيب هيك. ايه طيب اخذيه. حطيها. ايه شكرا. لحظه. شو حبيبتي انت تفضل. كويس. هاي جاتو. طيب شو ربي حبيبه. ايه حبيبي جاتو. لا لا كمان واحد. هلا حبيبي يلا ما بدي كينكس بس ايدي. يلا حبيبي كله جاتو وخذوا ربي. حالتك الصحية ممتازة وكل شيء طبيعي. بأكد لك إنه ما في أي سبب طبي بالنسبة للحمل. تفتكر في أمل؟ الحقيقة ما بقدر أقول إيه أو لا. أرجوك أرجوك تعطيني رأيك بصراحة إيه أو لا. وصلت لقناعة مؤقتة إنه لازم نتعاون مع أخصائي نفساني. أخصائي نفساني بعد كل هالعلاج الطويل. بس ما يكون في أي سبب عضوي بيسوى نتعاون مع طبيب نفساني. وانت ست مثقفة وهو بتدركي الأمور. تأخرت كتير دكتور. كان لازم تقلي هالشي من الأول. انت بتعرفي بحالتك أكتر مني. وما حدا بيبعت حدا لعن طبيب نفساني. اللي بحس بحاجة بيروح منه لحاله. معك حق. استأذن. موفقة. مع السلامة. خمسة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. لا ما بدي. ما كانت خمسة. رجع عيد. وبركي ما اجت خمسة. ما بعرف. رجع عيد. Ha 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 ha!
بنت هالبلد عن جوزتن. حتضل وحيد، لا أخ ولا أخت. كبر خوفي عليك حبيبي، الدنيا حرب والناس ضايعة، لو فيه يخبيك بعيوني ما بقصر. الله يحرسك، الله يحرسك ويكبرك وشوفك رجال كبير. صباح الخير. صباح لله. عفوا، يسعد صباحك كل اوقاتك. تصوري لاول مره المخرج الاستاذ يوسف يتاخر. شو انت بهالبلد ولا وين؟ في عجقة سير. دخلك؟ أنا اليوم شايفك طبيعية وعظيمة. والأولك عم بحلم. عم تحلم. نجوى، نجوى. ألو عادل؟ الو غادة، غادة ليش ما جيت امبارح؟ كانوا كلهم موجودين. طيب بكره اذا كانوا راح. خمس ليرات، خمسه وفوا خمسه. جيتك كانت صغير ما بينفع، كانت امبريال. منين جبت القص؟ من الورق، ما بدي اجيبه. واحد غشاش. انت غشاش، انت عم تسرق من الورق، اللي عم تسرق من الورق. هذا واحد حرامي. من شو هذا هلا؟ شي 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 شي. حلو، وانت شو قصك؟ عادل اتركهم يستفلوا. كل واحد يقعد محله، خلوني اشوف مرالي. شي عادل، متأسفة اللي عم بيحصل غصب عني. ما في داعي للأسف. راح أنترك على الغدا. حاول
عادل. انتبه على حالك. اوكي. عادل طلع فيي. عادل وحدي صعبة كتير وأنا مجربتها. لحظات الحزن كنت كتير أشعر بالياس، كنت أتمنى لو أنه حدا يقف جنبي وخاصة أنت. عادل حاسة أنك حزين ووحيد وحابة أقف جنبك. ترجيك أحكي. لو الكلام بيغير من مرارة الواقع كان الإنسان بيحكي، بس للأسف الحكي ما بيفيد. جرب يمكن أقدر ساعدك. بالنتيجة ما حدا بيقدر يساعد حدا. تسمعي، شو رأيك نتغدى سوا برا؟ عشرت أنا عزمتك. من باب المساواة يعني؟ شو رأيك بالسمك؟ ممتاز. عندك شغل الليلي؟ بعتقد للساعة 8. شو رأيك نتعشى برا؟ حاضر. أحسابك ولا أحسابي؟ أنا قلبي على حسابك يا مدام. حبيبي. تشاو. شكرا، هيدا كل شيء. حاضر. من زمان ما سهرنا مع بعض. سبب الظروف لأني تعرف يا حبيبتي. شو كانت حلوة الأيام؟ تتذكر عادي؟ حياة الأيام دايما حلوة لما الإنسان بيكون سعيد. سعادة، سعادة وهم يا عادل. أبدا، سعادة حقيقة مثل نور الشمس. هاي الناس حولك، طلعي عم يبرحوا يضحكوا، عم يحاولوا يعيشوا الحياة على حقيقتها. مش دايما مظهر الإنسان بيدل على حقيقته. صحيح. لا
لكن الإنسان لازم يحاول، ما بيجوز إنه نستسلم لليأس، لازم نحاول غادة. بعرف عم بحاول، صدقني عادل عم بحاول، مش عارفة ليش الزمن سرق مني سعادتي، مش عارفة، المشكلة مش عم بقدر. غادة عندك شك بحبي إليك؟ أبدا أبدا. إذا ليش؟ ليش ما بتستمدي منه القوة للتغلب على هالأزمة؟ يا غادة أنا بحبك وأرجوك تساعديني، مش بس لنتخطى الأزمة اللي مرت، ساعديني لنتخطى أي أزمة بتمر بحياتنا بالمستقبل، أرجوك. بوعدك عادل، بوعدك أني ساعدك قد ما بقدر. شوف ربيع ناطرك. عادل يا حبيبتي بعدني عم بتذكر كلامك، الايام حلوه لما بيكون الانسان سعيد، بالنسبه الي الليله كانت نقطه تحول بحياتي، حاسه حالي خفيفه، جاي عبالي اركض بالشوارع مثل ولاد صغار وصرخ وقول بحبك بحبك بحبك. وانا كمان جاي عبالي اركض وراك وصرخ وصرخ وقول وانا بحبك. حبيبتي تفهمنا، مش قادرة غدا، خلينا ننسى الماضي، مش قادرة مش
أنا كمان ما حتقدر. عادل حبيبي ليه زعلان؟ ربيع ربيع لوين رايح؟ عند زينة. طيب حبيبي بس ما تنزلوا على الشارع في أنص. حبيبي ليش زعلان ومش عم تحكي؟ تعبان شوي. انا عزمتك على البوزة بعد شوي. طيب رح انزل اشتري البوزة وحطها بالبراد وبعدين ناكلها سوا. طيب ربيع حبيبي ما تنزلوا على الشارع في أنص. زينة 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 ربيع ربيع ما تنزل زينة زينة
فلة. تعي تعي ايه تعي. بدك تعرفي شو صار؟ طمني صاحبك خلص من الموت، لكن السعادة سرقتها منه الأيام. تعرفي صار لازمنا جمعية الرفق بالإنسان. سامحيني يا ريتني ما جيت على هالحي. دكتور دخيلك دكتور طمني. بهنيكن نجحت العملية، بس ما بخبي عليكن بعد في شظية صغيرة قرب سلسلة الظهر. يعني بعد في خطر؟ ويمكن نحتاج لعملية تانية. عملية تانية؟ لا لا، الولد له 8 ساعات تحت العملية وقلبه ما بيتحمل أكثر من 8 ساعات. عفوا حكيم، أنا ما بشك بمقدرتك، بس بصراحة أنا خايف. يعني إذا بتحتاج أطباء تانيين يساعدوك يتعاونوا معك، اللي بدك إياه اللي بدك إياه، المهم ينجى ابني. عملنا اللازم ينعمل، على كل حال لازم يضل تحت المراقبة 3 أيام. دخيلك دكتور، اعتبره ابنك، اعمله اللي بتلاقيه مناسب. فيه يشوفه هلا؟ مش قبل ما ننقله من غرفة المراقبة. بس انا حابب اشوفه. 3 أيام؟ مش معقول. حياتك يا حبي، حياتك الباقي. عمر لك يا منى. يا ريتني انا، يا ريتني انا ولا هني، قديش كانوا عايشين البيت. قتلون قتلون، الله يقتلون، قتلون قتلون. تصبري بالله يا منى. مش عارف شو بدي اقولك، الحكي ما بقى يفيد. طالما في بشر يمكن انه يقتل طفل. العالم كله صار بده زلزال. سيد حبيب بتريد نزل الشنط؟ خير، لوين رايحين؟ لعند خي على كندا. بلاد الله واسعة. بتحكي عن جد؟ بدك تترك البلد؟ انت؟ مش معقول. مش معقول انك انت تبقى هون يا عادل.
تركين لهم اياها، خليهم ياكلوها. يا حبيبي تروى شوي، الهجره قهر وغربه وذل. ذل انك تعيش بوطنك خايف ومرعوب، قيمتك قيمتك ابدا. ذل انك تترك بلدك وتعيش ببلد مش الك. على القليل بيكون تفكيرك ملكك وحريتك معك، بيكفي انك تشعر بقيمتك كانسان وتنام عم خدتك مرتاح. مالك مهرب، بالنهاية بدك ترجع. لوين بدنا نرجع؟ عبيروت القديمة؟ العوض بسلامتك. مدام زينة راحت، شو هاد إلا طعم الدنيا؟ قلبنا عند ربيع وبالنا مشغول عليه كثير، ابقوا طمنونا عنه، نحن رح نكتب لكم. يلا يا أسعد عادل، قبل ما نسافر رح نمرق نشق عربية ونودع الست غادة، منروح سوا. يلا مثل الكذبة اجوا ومثل الكذبة راحوا، ماتوا عبكير ونحن باقيين عايشين ومش عايشين، تلال لحم ملقحة وقلوب عم تنزف وأفكار نخرها سوس وتعمير قصور وشعارات وحروف وشهداء على الحيطان مثل مواسم القمح، والضمير الضمير قتلوه وشيعوه ونحن باقيين ناطرين للكذبة. مع ماما حبيبي. زينة وين؟ زينة سافرت مع أهلها. سافرت؟ ما عاد رح ترجع؟ لا لا، زينة سافرت مع أهلها مثل البوزة دايبت على الطريق. ربيع حبيبي، بابا انت بتحكي الصحيح،
زينة وين؟ ماتت. ماتت زينة. ماتت. ماتت. ماتت زينة. لا حبيبي. بعد عني. بعد عني. بعد عني. ربيع ربيع. عادل دكتور ربيع 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 رد علي ربيع ربيع. طمني دكتور. ربيع بخير. الصدمة كانت قوية وبنتيجتها فقد الوعي. المطلوب عدم الكلام الكتير ومراعاة نفسيته المحطمة. طالما في التهابات بالأغشية العصبية لا يمكن نجري له العملية. والنتيجة؟ بكل أسف بقول إذا بقيت الشظية بصير في خطر كبير على حياته وأيامه بتصير معدودة. لا لا أسعد. هم أسعد ليش عم تبكي؟ من الفرح. ليش الفرحان بيبكي؟ دمعه أشهد تعبير من الضحكة. وزينة ليش ما أجت معك؟ زينة صورت صورة ما عاد شعرها يتعربس ولا عودت تتأخر. هم أسعد ليش عملوا فينا هيك؟ ايه؟ لا شوف 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 شو جبت لك معي. الوحش كلها من اللي بتحبون. بحبون راحوا ما عدوا يرجعوا. يا ريت في سافر لعندهم. لا لا ممنوع الزعل. بدنا نقوم عبكير تنرجع على البيت. ما بدنا ندل بالمستشفى. أولك عمو أسعد بعد فيني أقوم أرجع البيت؟ الحمد لله على السلامة. أهلا أبو زوز. أنا آسف لأنه ما كنا نلعبك معنا. بالعكس صحيح أنا ما كنت أعرف ألعب، لكن هلأ اشتريت كتاب لأتعلم أصول اللعبة. حتى بس تظهر نبقى نلعب سوا. أنا هلأ صار بدي كتاب تأتعلم لعبة جديدة. ليش صار هيك؟ ليش أنا بالذات؟
ليش ابني ربيع؟ ليش؟ 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 الو الو اعزائي المشاهدين، نحن الان في زيارة احدى المستشفيات، نتفقد الذين اصيبوا خلال القصف العشوائي الاخير، ونلتقي الطفل. اسمك إذا سمحت؟ ربيع. ابن مين يا ربيع؟ ابن عادل نجيب. ابن الفنان عادل؟ نعم. إن شاء الله تكون طالع لبيك. بتحب الفن؟ شايفك حامل جيتار. بحب الفن كتير وبعزف جيتار. طيب يا ربيع، إذا حبيت توجه كلمة للمشاهدين ولأهلك بصورة خاصة، حتى لما يشوفوك على التلفزيون ينبسطوا إنه صحتك صارت منيحة والحمد لله، شو بتقول؟ للمشاهدين قول الله يلعن الحرب وساعتها، لأهلي لبي وأمي قدم هالمعزوفة أنا لحنتها من كلمات الشاعر طلال حيدر. طيب بنسمع. اشتقت لك يا بي، شو اللي صاير فيه؟ شو اللي صاير فيه؟ انا عم نادي وفي عندي خبري والدمع بعيوني عزين الحنوني ما خلوها تكبر ولا قبلوا يخلوني. خبرني عن أمي وما تحملها همي، نسيها اللي كان، نسيها الزمان يلي راح راح، ما بنصحكم تاخدوه على البيت، يمكن يتأثر نفسيا.
تبكي. بكرة برجع، يمكن ما أرجع. بس بوصيكي وعدك البوسة وخليكي مع عمو أسعد. عمو أسعد، أنت ليش عم تبكي كمان؟ أنا رايحة بيتنا القديم بالجبل، إذا ما رجعت حط صورة زينة. دير بالك عفو الله. كلمة مهما كانت صغيرة يضل حجمها بحجم وجودي. ربيع، رجوك يا بابا، أنا أضعف من أني أتحمل صدمة غيابك من حياتي. يا رب يا رب. ما تخلي شعر بشي. ماما! ربيع! ربيع! عادل! عادل! خير يا دكتور. طبياً عم يتعالج بأفضل الأدوية وأحدث الأساليب، ما قلنا إلا الوقت. الوقت عامل مهم بحياة المريض وشفائه. شكراً يا دكتور. أنا آسف. Thank you.
بيروت عم تحترق، معارك عنيفة، ضحايا بالعشرات. دخل الشهر الخامس والتهابات ربيع عم بتزيد. هيدا قدرنا. عادل غدا. أستاذ عادل، أستاذ عادل مبروك. المدام حامل، يمكن الصدمة اللي أثرت عليها بالأول ومنعتها من الحمل انتهت بالصدمة التانية. الست غادة بحاجة للراحة ولازم تاخد الفيتامينات اللي كتبت لها اياهم. أمتى رجعتوا منى؟ من يومين. يا ريتنا سمعنا كلامكم وما سافرنا. نزلينا كتير وتبهدلنا كتير. الإنسان ما بيرتاح إلا ببيته ووطنه. منى رددها. كنت بتمنى لشعب بيروت، بس الهيئة لا 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 ربيع، لا رح ترجع معنا، رح ترجع بيروت. لا ربيع مش رح أقدر. انا مش زعلان لاني راح لعند زينة. لا انتو كمان مش لازم تزعلوا. وعدوني انكم ما تبكوا. ماما وعديني انك تلبسي ابيض. لا 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 مش ممكن ربي يا حبيبي. خليك تحكي.
خليني اسمع صوتك. اذا جبت صبي سمو ربيع. لا لا لا، ما في ربيع غيرك. عمو اسعد دير بالك من الملعب، بكره خي بده يلعب مع بنت الجيران. ماما بابا يا رب يا رب. لا ربيع ريت علي، ربيع حكي، ربيع 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 رد علي، ربيع ربيع حبيبي. وصلنا لنهاية الطريق وهروا وراء الشجر. العمر كذبة، العمر غفلة وألم، والغربة ضجيج، والموت نهاية الغربة، ونحن هون ناطرين الكذبة.